أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا بكم معانا وأولى حلقات برنامجنا اللمة الحلوة في رمضان. حقيقة كنا نفسنا جدا إن احنا في أولى حلقاتنا في رمضان إن احنا نبقى مبتهجين ولابسين ألوان حلوة وسعداء، بس دايما الحقيقة في ناس عنصر نكد في حياتنا غاويين ينكدوا علينا مع كل مناسبة، سواء عند إخواتنا الأقباط أو عند المسلمين. ناس بتقتل في الأشهر الحرم، ناس بتقتل قبل رمضان بليلة، معرفش دول انهي دين اللي بيقولهم انكم ممكن يجوز ان انتم تعملوا كده، يعني انا مش فاهمة. بس في الاخر مصر هتفضل قوية ومصر هتفضل بتفرح ومصر هتفضل كلها ايد واحدة مع بعضها سواء مسيحيين او مسلمين. وكل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة وانت طيب يا اوشي، كل سنة وانت طيب يا ميزو، كل سنة طيبة، كل سنة طيبة. والبقاء لله طبعا اخواتنا الاقباط المسيحيين، يعني تعازي مصر كلها. احنا طبعا ايد واحدة. ولا هيقدر ان هو يقدر يفرق ما بيننا طبعا يعني. طبعا ان شاء الله مش كل سنة وحضراتكم طيبين، مش فاصلين يعني، احنا طبعاً كتلة واحدة اسمها مصر يعني. احنا عندنا بقى اللمة الحلوة الحقيقة في رمضان كل يوم هيبقى عندنا اصناف سفرة جميلة جدا في رمضان، سفرة فيها الحادق وفيها الحلو وفيها السلطات وفيها كل حاجة. نرجو ان انتوا على صفحتنا صفحة البرنامج تبعتوا لنا اي اصناف انتوا حابين انكم تعرفوا تتعمل ازاي، هنعملها لكم كالعادة. اوشي وميزو بيعملوا كل حاجة باسرع الطرق وباسهل الطرق وطعم وتيست يجنن. بص يا جماعة احنا واخدين طبعا الصفحة بتاعتنا موجودة دلوقتي على الشاشة، صفحتنا على الفيسبوك، فنتمنى انكم تتواصلوا معانا. وطبعا احنا تليفوناتنا متاحة وموجودة، تقدروا تكلمونا كمان على التليفون على الهواء، احنا معاكم كل يوم. كل يوم هيكون معاكم زميلة من زميلاتنا، انا النهاردة بس بعد كده ان شاء الله هكون معاكم كل تلات وجمعة. بقيت زميلاتي كل زميله هتطلع طبعا هتقول هي هتطلع في يوم ايه، لان انا لسه ما حفظتش الجدول قوي. بس طبعا اوشي وميزو معانا كل يوم، كل يوم بكره رانيا. احنا كمان في الجدول بكره رانيا طبعا. طيب النهارده هتعملوا لنا ايه بقى، احكوا لنا. بصي على ماشي يعني ايه على نفس النهج بتاعنا اللي هو الخط السريع، ان احنا شغالين كل المطبخ بتاعنا يبقى مطبخ سفره كامله وسريع. فاحنا النهارده عاملين ممكن يبان ان هو مطبخ كبير، بس هو في الاخر مش هيكلف ساعه سريعه. احنا في الاخر مدتنا 45 دقيقه بالزبط. فاحنا هنعمل سفره في 45 دقيقه عشان ايه نبقى واضحين كده ان احنا حاجه فمعانا صدور سريعه جدا. صدور بط بصوص الجريفي، ومعانا شوربه كولي بالبنجر، شوربه فلفل احمر بالبنجر، وسلطه بدريسنج السيزر، وكشك المزيه. الله عليك. تمام. والكنافه بقى ايه بشكل كبير. قول لي بقى الكنافه مالها؟ بالفراوله. ده احنا عندنا كل سنه عارفين الكنافه لازم تبقى بحاجه. يعني مش هنعملها بالمانجا السنه دي عشان الناس ما تزعلش. انا هخليكم في مره تعملوها لي كنافه ساده، انا عايزه كنافه ساده. احنا بنحبها ساده. تبقى مقرمشه جدا، ونجيب احنا بقى قشطه. طبعا. بس كده شكرا. فاحنا نعمل الشوربه الاول. طيب نبتدي بالمقادير. بالظبط. طب انزل لنا يا راقي بقى بالمقادير. اللي حضرتك تحب تنزله واحنا هنقول وراك. معاك في اي حاجه اللي انت عايز تنزله. شوربه وبط بالبط. اول حاجه اوكي البط. ماشي. طيب صدور البط، صدور البط بصوص الجريفي. اوكي. صدور بط مخليه، زيت او زبده، ملح وفلفل، زعتر او روزماري بقى لشويه للفريشنس بتاعها، ثوم صحيح، صوص شوربة بط بالظبط، كريمه لباني، بصل مفروم ورو، ميه وليمون تمام، ورو زبده ودقيق ورو. وانا كمان هحط عليها حته مستكه كده، انا ما كتبتهاش في المنيو بس انا المستكه برضو بتدي المستكه مع البط من الحاجات الجميله. نقول الشوربه. طيب نقول الشوربه ولا الرز العربي اللي موجود؟ اللي موجود اللي عندك اللي قدامي اللي عندك. الشوربه عباره عن فلفل احمر الوان، ايوه، طماطم، بنجر، شوربه البط اللي احنا هنعملها النهارده، وبصل وملح بقى البط. اوكي. وملح وفلفل طبعا للايه؟ طيب للتحديد. بعديها ناخد الرز العربي، وبعد كده الرز العربي معانا الرز العربي، رز بسمتي، بصل، حبهان، لومي مظبوط، قرفه خشب، شوربه، ملح. ده الرز العربي. لومي اللي هو ايه اللومي ده؟ اللومي اللي هو الليمون المجفف. الليمون المجفف ده يدي طعم يجنن. طيب كشك المزيه، رز مسلوق ده طبعا حاجه بسيطه، لبن،
زبادي، شوربه، دقيق، بصل محمر. بالظبط. بس فاضل بقى الكنافه، نقول نقول مقادير الكنافه بالمره. يلا. كيلو كنافه، نص كيلو كنافه، نص كيلو كنافه، ثلاث ارباع كوب سمن، نص كوب سكر، فراوله صحيحه، كريمه لباني، حلويات، كاستر كريم، للشربات بقى كوب سكر، كوب ونص ميه، فص ليمون، ميه ورد، عسل جلوكوز. بالظبط. يعني انتوا عايزين تقنعوني ان السفره العنيفه دي هنعملها في ان شاء الله 40 دقيقه دلوقتي. طيب نقول الشوربه. بصي الشوربه انا قطعت الفلفل اهو تمام، وقمت سايبه من غير اي حاجه، لا زيت ولا سمنه ولا اي كلام ده كله، قمت سايبه يتشمع على الحله اللي هو ايه معلش، الفلفل الالوان، فلفل الفلفل الالوان. اوكي. واديته الطماطم بتاعه اهو قطعتها. تمام. انا بس عشان اوريك ايه ان المطبخ سريع سريع ماشي، وادي البصلايه اهو، طماطم، طماطم، ايوه، قطعيه اي تقطيعات كده كده، كل ده هيتضرب. فلفل الوان وطماطم، المنظر في الحله رائع. تمام. وعليه بصل، واسيبهم يتشدوا من غير لا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، انا بس عايز ألسعهم كده. ولا زيت ولا سمنه. بالظبط. يتلسعوا شويه كده. ماشي. خلاص. أوكي. خدوا اللسعه بتاعتهم ودبلوا، اقوم نازل بالميه او الشوربه. اوكي. شوربه بط اللي احنا طبعا طالعين بيها النهارده. ماشي. واحنا هنعمل ايه ولا ايه بشوربه البط؟ ماشي. حرام عليكم، ده هم صدرين بط. وادي الميه بتاعتهم. شويه شوربه حلوين. اوكي. تمام. ونديها مكعب مرق. أوكي. وناخد البنجرايه نقطعها. البنجرايه بقى عشان اللون بس ولا عشان طعم برضه؟ لا، عشان الطعم والفايده برضه. طعم برضه بتدي؟ طعم وفايده ولون. فايده طبعا. بس انا قصدي يعني كده انت كده بتلعب اساسا على اللون الاحمر. بالظبط. اوكي. ماشي. ونقطعها رفيع بالذات البنجر عشان يستوي معايا بسرعه. واو. وهتشوف الايه؟ الشوربه دي. سامعين المزيكا اللي في الخلفيه دي؟ بس واقوم سايبها كده اهو، واسيبها احلى رمضان، واسيبها مع نفسها لغايه ما تستوي. هي خلاص. أوكي. عدت على فكره لما دبل الفلفل ريحت لي الشوربه. وسابها تغلي ونغطيها. طيب برنس الليالي بقى تعمل ايه في البطايه؟ برنس الليالي بقى. بصي يا باشا تعمل ايه في البطايه؟ بصي انا معايا صدرين مخليين. شقتها كده زي ما بعمل الفخده. اوكي. وحطيت فيها توم. اعمل واحده بجلد وواحده من غير جلد للي بيحابب ده كده يعني براحتنا. اوكي. ونبدا برضو نغرس فيها كده التوم. تمام. ده عشان خاطر ايه التست بتاعه. واديها شويه ملح وفلفل. احط توم زي العرق يعني. بالظبط. اوكي. بس العرق بقى انا بسيبه متبل دي على طول. اوكي. وبعليها رشه ملح حاجه خفيفه كده عشان كده كده هزود تاني. ايه قصه البط اللي لازم يبقى موجود في اول يوم سفره في رمضان؟ ما تفهمش. بط وحمام. انا في البيت عندي هفتح حمام النهارده. بجد؟ عيب عليك والله. عيب عليك. امي بقى. والله عيب عليكم انتوا الاثنين، تعملوا فيا انا كده، انا لسه هروح اطبخ عشان تبقى فاهم يعني. لا ده يا لهوي، يا لسه هتروحت تخيل. والاكل ده هيروح فين طيب؟ هنقعد بقى مع بعض ونجيب الناس و هنعمل ايه بقى؟ اول يوم ده ما ينفعش بره العائله. هو بيبقى يوم عائلي جدا يوم عائلي جدا، بس اوعدكم ان بقيه الايام انا هختار معاكم انتوا، عشان انت عارف ما بحبش حاجات فوت. حط شويه فلفل. اوكي. في ناس بتحب تعملها بزبده وناس بتحب تعملها بزيت. فانا بفضل الزيت. بصي بقى دي حبتين مستكه كده. اوكي. بس انا عايز الطاسه تسخن شويه، خليها كده 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 تسخن معاها. بس كم فص كده، كم حبايه. على فكره الواحد مستغرب برضو في رمضان في ايه؟ ولا مج المايه جنبي. ولا جميله انكب فيها جنبي ولا اي حاجه الدنيا، عارف تحس ان في فضا كده، في فراغ. بس في مكسرات قدامي. المطبخ والايه؟ والسعاده بتاعته. انت عارفه ان ما ينفعش رمضان يعدي من غير ما اقف جنب وشي؟ كل رمضان؟ لازم. بقى لنا فتره يعني، من ساعه يعني بقى لنا فتره مده كبيره ساعه يعني. ما ربنا يخليكم لبعض يا رب يوفقكم الاثنين. انتوا مشكله بقى في ميزو ساعات ايه يعني بعد الساعه 4 كده بقى ايه؟ بيفيص. ببتدي بقى اللي هو انت مين؟ انت جاي معانا ليه؟ لا تصدق بقى ان انا بفيص بعد الفطار اكتر. بعد الفطار؟ والله العظيم. لا ما بعد الفطار بقى دايما اقول على نفسي ايه، بقعد اهزق نفسي شويه، اقول انا قبل الفطار حمار وبعد الفطار حمار وتيس. مفيش خالص بقى. دي السلطه بقى الجميله. السلطه بتاعتنا.
نصين وبعدين نعملها بالورد عشان تبقى التقطيعه جديده. على فكره تقطيعه السلطه يا جماعه والله بتفرق في طعمها وبتفرق في التقديم وتفرق في كل حاجه. وعايزين ما نفقدش كمان قيمتها، مره تبقى مربعات، مره تبقى حلقات، مره تبقى بالورد. بالظبط. والشرط كمان ان احنا من يعني ما نخليهاش كل ما التقطيعه تبقى كبيره كل ما تبقى احسن عشان الفايده بتاعتها. صحيح. طبعا. ايه بقول لك يا عيال، دي مكعب زبده دلوقتي سخنت المستكه. نشمر ريحه، شمر ريحه. نديها مكعب، نديها مكعب زبده. معانا مدام سهام من القاهره، اول تليفون، عارف اللي هو قرب اول تليفون في برنامجنا في رمضان. اهلا يا مدام سهام، كل سنه وحضرتك طيبه. اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك طيبه وخير. شيف معتز وشيف اوشي. اوشي. اهلا بيكي. اهلا بيكي. الدنيا كلها والله. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي، ربنا يكرمك. وكل سنه وحضرتك طيبه. بقول لحضرتك ايه؟ اتفضلي. الكنافه بالكريمه ازاي؟ حلو. انت بالكريمه. هتشوفي النهارده، النهارده تابعينا تمام؟ هتلاقي النهارده باذن الله ان احنا هنعمل كنافه بالفراوله. هيبقى فيها جزء ان احنا طبعا هنفرشه بالكريمه تمام. فانت هتشيلي مكون الفراوله كده. هتشيلي الفراوله بس وتمشي بقيه الخطوات عادي. فتابعينا النهارده. حاجه تانية يا استاذه سهام، ميرسي قوي قوي. كل سنه وانتم طيبين. العفو حبيبتي، كل سنه وحضرتك طيبه وتابعينا. واي حاجه تحبي تسالي فيها اتفضلي حضرتك، معانا على الهوا دايما. رمضان كريم. رمضان كريم طبعا. بس رمضان والكنافه. رمضان وكل حاجه. تعرفي الكنافه صدقيني ملهاش طعم بره رمضان. ولا بتفكر تعملها، ولا بتعملها تحس انها لا لا بتعمليها وكل حاجه بس ما لا ما بعملهاش بصراحه. ما تفطرش ازاي دي يعني؟ بصي بنعملها. انا ما بعملهاش بس ملهاش. واغلبيه الناس بتعملها بصراحه. لا طبعا عارفه ملهاش رونق. والقطايف العصافير الجميله والكركديه وقمر الدين اوف وتمر هندي وسوبيا. الله الله. طلعت ريحتها ايه اللي هي ايه؟ الشوربه. ريحتها جامده قوي. اجي قوي. اجي يا ساعد. بلاش. اجي اشم. انت بتاخدها بقى تشويحه كده في الزبده. اوكي. يا خد بالك الصدور المخليه ما بتاخدش وقت عشان تبقى عارف. اوكي. يعني انا ممكن لو قسمتها اتنين انا ممكن احمرها على طول من غير سلق ومن غير اي حاجه. اوكي. وبعدين احنا مش هنوصله، احنا هنديها وش وهنعملها حاجه اسمها ايه يعني، اسمها ايه بالعربي ده، بريزنج كده يعني. ايه هنحط شويه ميه يا دوبك كده تستني فيها حاجه حاجه قليله جدا على طريقه كانها زي ستيم كده. بالظبط يعني. بالظبط على طريقه الطاجن واليخني. الطاجن واليخني. انت عارفه ان دي طريقه طهي؟ الطاجن واليخني؟ والله يعني طريقه مدروسه اللي هي درجه الحراره السلق البطيء يقولوا عليها. بس وناخد الطماطمايه اهي والفلفل الاخضر عشان نبقى احنا كده ايه. تصور ان انا طبق السلطه ده بنعمله في رمضان مكون اساسي لازم. اوكي. قليل جدا الناس اللي بتمد ايديها على طبق السلطه. لا 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 والله العظيم بينسوا. طيب. بيه. نصيحه للساده المشاهدين. لا 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 ما احبكش تغلط في طبق الشوربه اطلاقا. لا بس هقول لك حاجه. طب هقول لك حاجه. طب هقول لك حاجه. ابتدي افطري على سلطه؟ هقول لك حاجه صحيه. طيب ما تقوليش. انت بتقعدي 16 ساعه صايمه معدتك بتبقى. انا ممكن اخسرك في جمله زي دي. يا طب ما انا باخدها على نفسي. هقول لك ليه. طيب امال بطه هيروح فين يا ميزو؟ لا يا نهار ابيض. تفطر على طبق الشوربه السخن المولع بس. بالليمون بس كده. يا لهوي. وبعدين نبتدي نسمع. روزماري. روزماري. علي بقى التيست. الله. شويه زعتر. يا اهلي بقى ايه؟ على الروايح. بوظوا الدنيا بقى، عارفه يخلوا بقى الناس ايه؟ تيجي من اخر الدنيا. انا قلت نعمل البرنامج ده مسجل يبقى بعد الفطار. بعد الفطار. حرام عليك. احنا طبعا يهمنا ان احنا لا وحرام انا بالذات، انتوا فاهمين؟ انا مش بتاعت ان انا اشوف وامشي. بس ما دقتش اتعب. احنا عايزين نقول بقى الساده المشاهدين اللي ايه التكات الصغيره اللي في في صميم الشغل واحنا هو ده اللي احنا عايزين نعرفه. بالظبط. احنا النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل صدور بط. اوشي النهارده عمل حاجه جميله جدا مع صدور البط. عمل فيها ايه؟ هو شوحها. اوكي. اداها فص توم. اوكي. اداها منكه طعم زي الزعتر والروزميري والكلام ده كله. تمام؟ ده يغنيكي عن التتبيلات اللي انت هتحطيها شويه مش عارف ايه وايه 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 والكلام ده كله. وبقيتيها في التتبيله ومش بتبقى في التتبيله والكلام ده كله. حط مع شويه الروزميري دول كده. يدوا نكهه برضه دلوقتي.
تمام غير اللي جوه. افضل بكتير من ان انت تبيتيها في التتبيله وتخسري طعم اللحمه بتاع البط والكلام ده كله. تمام اوكي. ده طريق ده واي خلي دايما خلي دايما اكلنا نستمتع بالحاجه اللي احنا بناكلها. ما ناكلش حاجه تبقى كلها توابل. اروح المطبخ الهندي لو انا عايز اكل حاجه توابل اروح المطبخ الهندي. تمام. انما اقولش النهارده هيقول لنا طعم البط النهارده حلاوه البط البلدي بتاعنا. بط متظبط ومحطوط بهارات بالزبط. مش بهارات مضيعه طعم. مش اي حاجه بسيطه جدا. فلفل سنه مستكه على فكره روزماري. فاكر الصدور اللي انت مره عملتها مشويه وقلت لك دي تتبيلتها ايه دي بتتجنن. شوفي شوفي انت ملح وفلفل. ملح قلت لي ملح وفلفل بس كنت مذهول ولا اي حاجه ازاي بس هو ده فعلا طعم الفراخ بالظبط. ودي الخصايه الجميله. بص انا هبدا اجهز الصوص بتاع البط بالمره وانا واقف على البوتاجاز. مكعب زبده شويه بصل خليهم يعيشوا مع نفسهم كده شويه. اوكي بس سلطتنا خلصت اهي بس كفايه ده واحده كمان عشان بما اننا صايمين بقى ايه بما اننا صايمين ومش هناكل خلاص كفايه ما تطبخش احنا مش هناكل يعني ناخدها ايه بس كده خلاص ونعمل الدريسنج بتاعنا. والدريسنج بقى النهارده الدريسنج السيزر ده حاجه خفيفه وبسيطه هنعملها بطريقه سهله قوي ان حد يعمله في البيت يعني على طول عشان في كتير بيعتبروا ان الدريسنج لازم انزل اشتري ازازه دريسنج من محل فتبص لاني بدفع قد كذا في ازازه دريسنج. لا انت ممكن نعمل حاجات في رمضان على فكره هيعلمونا كتير من الدريسنج اللي ممكن نعملها في البيت بمنتهى السهوله وبتدي كل يوم طعم للسلطه بتاعتك. طبعا بلاش نعتمد على المخلل وبس. المخلل موجود بس السلطه مهمه قوي. ادي عصير ليمون اهو عصير ليمون ده دريسنج السلطه النهارده ده دريسنج السلطه. ادي مسترد مسترد عليه خلي دي ورا كده اهو وادي المسترد. اوكي تمام نقلبهم كده. البطايه يا جماعه وبعد كده والله حرام انا جوعت اقسم بالله. معلقه سكر لا والله افترى معلقه سكر معلقه سكر بالظبط ثوم ثوم ماشي وزيت وخل. اوكي اهو ادي الزيت اهو. اوكي وادي الخل اهو. احلى دريسنج في الدنيا. استمتع باكلك. ماشي بجد ما تاكلش يعني ما تاكلش اي حاجه لا استمتع واعمل وفن. المطبخ ده فن واستمتع بيه واحلى اكل وانت جعان. مش ده احلى اكل؟ تفضل نعمل اكل وفي الاخر ما عارفه بس تيجي ساعه الاكل محدش بياكل والله. اهو ونقوم ادينا شويه الملح والفلفل. مش زعلان مش زعلان مش هياكل كل ده يا ربي. ليه يا ربي برنامجي مش بعد الفطار ليه؟ ادي الملح سمعنا هو. انا وادي الفلفل اهو. خلي مطبخك سيمفونيه انت شغال في كونشيرتو يا اختي عليك وانت متعلق كده في رمضان. انت بتحط ايه على النار يا سيد راجل؟ بص ما انا جاي لك اهو. انت جاي لي تعالي لي دارو الله على الدريسنج. والنبي فكر الناس تاني بالرو بتستخدمه في ايه وبيتعمل ازاي؟ الرو هو عباره عن زبده ودقيق. زبده ودقيق بنفضل بنتقل مع بعض بنلفه مع بعض لحد ما زي ما كاني بعمل البشاميل كده بالظبط كده لحد ما يتقل وده ممكن اشيله كده وابدا استخدمه زي ما انا عايز. انا هعمل صوص عايز اتقله. ده ممكن يتشال في الفريزر؟ اه ممكن يتشال في الفريزر. اه طبعا كور صغيره كده واخد الكور دي مثلا الكوره دي تروح ست البيت حطها على اي صوص اهي بص يعمل له صوص تقيل بالظبط. عايز اعمل لحمه صوص تقيل عايز اعمل قوام للصوص قوام لاي حاجه تمام. اوكي عايز اعمل بشاميل تمام ماشي ودي شويه كريمه اي حاجه اعمل لها قوام اهو. اوكي ادي السلطه بتاعتنا اهي شويه كريمه لباني بص بقى السلطه والوان السلطه الجميله. قدامنا 20 دقيقة بسيطة جدا مش واخدة على كده واخدة على ان انا اقول لكم قدامنا 4 دقايق دقيقتين رائع رائع. بص شوية الكريمة خلاص ربطوا هبدا اخفهم بقى بشوية مية. اوكي ده الديمي جلاس هو اللي خلاهم يربطوا اللي قصدي الرو الرو حطي فيها بقى بالدرجه اللي انت عايزاها. انا حطيت مكعب زبده وبصلايه مفرومه وبكده حطيت الرو شويه كريمه
طيب عمال ما نقلب كده شويه ونظبط الدنيا نطلع فاصل ونرجع طيب. مره ثانيه نطلع فاصل. عملنا شوية حاجات كده في الخباثة قبل الكاميرا ما ترجع لنا تاني واضحك اضحك يا قوش. بص هنعمل كشك دلوقتي ايه؟ طب انا هقول حاجة بس قبل الكشك أوكي. انا زودتها شوية مية ولو عندي غطا اغطيها أوكي. سيلفر اغطي انا ما لقيتش اي حاجة من دول فانا هغطيها بورقة زبدة بس عشان تكتم بخارة بس كده او ممكن اخليها كده بس احنا بس بندي بس افكار لست البيت ساعات انا عايز اكتب بخارها بس سيلفر بقى غطا ورق زبده اي حاجه اوكي مش ورق جورنال لا مش جورنال انت بالكربون اللي فيها الكشك حطيت اللبن اوكي حطيت الزبادي ماشي طب انا عايز اقول على حاجه اتفضلي الرز انا رايي ان احنا نقول بس طريقه ان الرز سهل تمام. نقوله مش مهم نعمله دلوقتي ايه دي لا دي خلاص دول تمام فخلينا نعمل الكشك والكنافه والرز اصل الرز سهل يا بهارات بتتحط على الرز والرز بيتعمل كالمعتاد والكشك والكشك خلاص اهو خلص الكشك بقى عباره عن ايه وايه؟ عباره عن لبن اوكي دقيق معلقه دقيق اوكي تمام وعلبه زبادي صغيره ومرق شوربه اوكي ماشي وازوده ربع كوبايه ميه اهو تمام بس اوكي واسيبه على النار لغايه ما يقعد معايا لغايه ما يربط معايا لغايه ما يتخن يعني لغايه ما يتخن معايا وهو اوريدي اهو بيتخن اهو اوكي ان انت عارفه درجه الحراره مع الايه مع الدقيق والحاجات دي بتربطه زي البشاميل تمام ماشي اهو هو في ناس بتعمل الكشك ده من غير زبادي الكشك الالمازيه ممكن تعمل ممكن تعمل من غير زبادي بس هو الكشك الالمازيه بتعمل زبادي اوكي وادي الرز بتاعنا اهو لا عشان انا بحبه فعلا بزبادي بيدي مزازه بيدي مزازه طبعا ده ايه ده بقى ده الرز ده الرز ماشي رز مسلوق بس رز مسلوق قيمه ايه معلقتين ده اقل من معلقتين كمان معلقه ونص لانه هيدي قوام هيتخن ال تمام زي الرز بلبن كده بالظبط بص يا مهل ده الصوص بتاع انا بس بحط له شويه ملح عشان ما انساش اوكي بس مش هحط له صوص البط مش هحط له فلفل لا مش هحط فلفل مش هتحط فلفل اوكي ممكن لو عايز اعلي قوي احط مكعب مرقه بس انا يعني كده كده بط فمش محتاجه الموضوع مكعب مرقه بالظبط كده واسيبه يتقل معايا ونخش بقى على ايه الكنافه على الكناشه اهلا بيك اهلا بيك اهلا وسهلا معلش مش خلي بالك من كلمة دكتور علي السمان الله يمسيه بالخير ويشفيه ويعافيه يا رب مين؟ دكتور علي السمان لما كلمه في التليفون يقول لك اهلا بيك اهلا له طريقه جميله الله يمسيه بالخير يا دكتور معانا صينيه اهي انا عايز ابدا اضرب الشوربه بقى بتاعتنا عشان يبقى ايه انجزنا بص يا مو الكنافه في تكتين اول تك حطينا الكنافه في الفريزر اوكي واقوم واخدها ماشي عشان اكسر فيها تتكسر معايا بسرعه اوكي اهو بدل ما اقص والكلام ده كله اهو اقطع فيه اقطع فيها تقطعها بقى اللي هو تقطيعه صغيره يعني فاهم قصدي كاني اكسر فيها اكسر فيها خالص تقطيعات صغيره لان انا عايزها لانها هتخش الفرن وهقعد اكسر فيها اوكي ماشي لما تطلع مقرمشه كمان بالزبط. محمصه كده تقوم نطلع بالظبط واقوم جايب الزبده بتاعتي طب سين سؤال انت بتقطعها وتحط عليها الزبده وتدخلها الفرن ولا بتقطعها وتدخلها الفرن تحمص شويه فتنشف لا شويه لا بحط عليها الزبده تحط عليها الزبده بحط عليها الزبده والسكر اوكي ماشي والزبده لما بحطها عليها بحطها جامده في ناس تقول لك حطها زبده سايحه يعني انا بصي انا اخلي الواي بتاعنا ايه سريع وخفيف ادي الزبده اهي اوف ماشي نص الكيلو ده بياخد قد ايه انا مش بياخد 3 ارباع كوبايه زبده 3 ارباع كوبايه زبده نص الكيلو 3 ارباع كوبايه زبده بس وافضل اعجن بايدي فيها اهو واقعد اشد اشد واقوم واخد كمان ايه مربع مربعين طب هو فعلا مش الاسهل
ان ده احنا الواحد يروح رششها كده سايحه وخلاص. بتمسك في بعض لما بتكون سايحه، لان ده عجين. أوه. بتمسك في بعض. أوه. وانا عايزها مفلفله. ايوه، بدل ما اقعد اكسر فيها. ما هو دي تركه بالزبط. انت قلت لي نصيحه كده في وسط الكلام. ماشي. اوكي، عشان ما تمسكش في بعضها. انا مش عايز تحط متبل الشوربه دي. خدت ملح او حاجه؟ إيه لا، ما خدتش ملح لسه. خدتش اي حاجه؟ بصي انا صفيت منها شويه ميه عشان احسن ميتها كتير، واخليها جنبي. حسيتها عايزه هديها دي. اوكي ماشي يا موي. ماشي. وبعد كده اقوم واخد ومقطع اهو. تمام. بس نفسي احط لكم شطه بس مش قادر. والله تحط ما تحطش مش فارقه معايا كتير دلوقتي. واول مرحله فيها او مدخلها الفرن بزبدتها او مدخلها الفرن. قد ايه؟ لغايه ما تحمر. لغايه ما تحمر. لغايه ما تحمر. اه اوكي. طيب اول ما تحمر هتطلع معايا عامله ازاي؟ عامله كده. هتطلع كده. افضل كل شويه اكسر فيها. اه يعني عايزاها متفرفته خالص. بالظبط، افضل كل شويه اكسر فيها اهو. اه راي والنبي، هات لنا الكنافه كده بيحصل فيها ايه؟ كسرت فيها خلاص؟ اه. اتاكدت انها اتكسرت معايا تمام؟ تمام. ابتدي اجيب الايه؟ البوله بتاعتي او البايركس بتاعي. اه. هبدا اضرب الشوربه بقى كويس خالص عشان كلها تدوب، كاني بحطها في الخلاط. حطيت عليها شويه ملح وفلفل بس. خلاص نشوفها كلها اتضربت ولا لسه فاضل. تصدق ان الكنافه انا ممكن اكلها كده؟ احط عليها عسل ابيض طبعا. واكلها كده؟ طبعا. والله العظيم من كتر ما قد كده مقرمشه شكلها فريش كده وجميل. انا عجباني برضو الطريقه اللي ميزو عملها دي، لما بيلاقي لما بيطلع بايركس هي مثلا لازم. حاجه بتبقى مكسوره وكل حاجه، فبيروح عامل ايه؟ يروح حاطط نقطه خل ويمسحها بكلينكس. لازم. ليه؟ ممكن يكون فيها سنه ميه. نابكن. ممكن فيها سنه ميه. فتعمل بكتيريا، تعمل بقعه. تعمل بكتيريا. اه والمنظر بيبقى مش حلو. فانا مش عايز يعني عايز اكل يكون الخل مطهر. انا قلت لك الخل في المطبخ دايما بقول لك انا زي الديتول بالظبط في يعني. هو ده المطهر بتاعنا، وبيدي لمعه للطبق وفي واحنا بنغرف كل حاجه. الشربات بتاعنا بارد اهو. اوكي ماشي. دي مستويه. ثانيه واحده، عشان تفضل محافظه على القرمشه بتاعتها. تمام. بيبقى لازم لو هي سخنه الشربات ساقع، لو هي ساقعه الشربات سخن. احنا هنعملها بالكريمه. فايه؟ لو قرمشت الكريمه ما تمسكش، بتمسك يعني ايه، تبقى جزء مقرمش وجزء طري. فانت عايزها تبقى طريه شويه. فانا عايزها تبقى ناعمه. اه كنافه ناعمه معايا. اوكي. فادي ادي بصي شايفه هي كده خشنه. اه ماشي. اسقيها. ادي الشربات بتاعنا. أوكي. والشربات كوبايه سكر، كوبايه ونص ميه. اوكي. اللي هو فوق الخفيف شويه. وليمونه. فوق التقيل شويه. وليمونه او ملح ليمون. اوكي. تمام؟ اهو ادي ثلاثه ايه؟ ثلاثه مغرفه. وبايدي ابتدي افرفرها. الله الله الله. لا انا غالبا هاجز في رمضان يا جماعه. والله العظيم ما بهرج، انا اعصابي تعبت بجد. سامع صوت الكنافه اهو. ماشي. لا. وبايدي اهو ابتدي افرفطها. ودي بقى دي بتاعت بره، دي اللي انت بتاكليها بره. اه ماشي اهو. نديها واحده كمان. بط خلاص دخل في السوا. ودي الشوربه جهزت. بارد في بارد. بارد. أوكي. في بارد. انا عايزه كله بارد في بارد. اوكي اهو. يا رب. بس واسيبها شويه احس انها فكت من بعض اهو. اقوم داخل على البايركس بتاعي. لو محتاج مساعده في حاجه قول لي. بس واقوم داخل ادوق لك حاجه. ده شغل يبقى أهو. الشغل محتاجني طبعا. داخل في البايركس بتاعي اهو. اوكي. ومدكي كمان. اه مفيش كبشه؟ كبشه فين يا مصر؟ كبشه انا شغال بيها. اه طيب. وادكك الايه؟ الكنافه بتاعتي. اه ابططها كده بحيث انها تمسك في بعضها. بس وادي كده اول ايه؟ اول راق. اول راق. نخش بقى اللي في النص. الا وهو الاهم. اللي في النص ده بقى ممكن احطه كريم، ممكن احطه فراوله. انا عامل كريمة إيه؟ ممكن احطه بلح تمر. حلو. احنا عاملين ايه؟ عاملين كريمه لباني ضربينها. اعلى بس الجلافز ده ضربينها مع
كاستر. اوكي. بخلي دي عشان هنعمل الطبقه الثانيه. وادي الكريمه اهي بتاعتي، وادي الكاستر بتاعه. احط مين على مين؟ تحط مين على مين؟ تحط الكريمه على الكاستر. بالظبط. يا سلام. ليه بقى؟ بالسنس، عشان الكريمه اخف. عيني. عيني. ايه؟ طب غلط ولا صح؟ في حاجه لا صح. في طب عرفت ان الذواقه بتفهم في المطبخ برضه، مش ضروري يكون مطبخ. اهو. واقوم ايه؟ مقلبه تقريبا حلوه. عشان كمان الكاستر ده نشا. فاضل لنا 4 دقايق يا شباب. فعلا؟ صدقوا. ممكن يا يوشي بعد اذنك تحط الكشك. حاضر. استاذنك لغايه اما ايه؟ حاضر. خلاص الكنافه. وطلع الكنافه. اهو. اعمل طبق كده. كده. هي دي الكريمه بتاعتي. اوكي. هي دي الكنافه بالكريمه. طيب. يلا نحط. ماشي. نغرف. اهو. الله. اهو. كان في تقليه صح؟ اهي. اي بص شويه تقليه عليهم اهو. على الكشك ده اساسي. ادي الكنافه اهي. تالت طبق. اوكي. انا عايز اغرف البط، فاضل له بالظبط 10 دقايق، فانا هغرفه. يعني بص يا جماعه بقى عامل ازاي. ادي كده خلاص. واحنا عاملين فراوله. بص. بصي خلاص اهو بدات السكينه تغرز معايا جوه. اوكي. خلاص فاضل له بالظبط 10 دقايق. ماشي. فانا ممكن بس اغرفه لنا بقى دلوقتي عشان نوري الناس الشكل. والفراوله دي عباره عن ايه؟ عباره عن فراوله عاديه خالص. بسكر وعصير ليمون. اهو. الله ده ايه ده؟ صوص كده؟ ده صوص لسه، انا هحط الفراوله. هحط الفراوله في الوش لفوق. واقوم جاي في الكنافه اللي فاضله عندي اقوم مديها صوص اهو. بس احمرها. اوكي. تمام؟ تمام. وادهن اخر ايه؟ اخر وش. اوكي. احط الكنافه بقى. بس. وبعد كده ارص ال البتاع ده. ارص الفراوله على الوش. واقوم حاطط الفراوله على الوش. طب سين سؤال. اتفضلي. لو حد يعني عايز يفتكس طريقه ثانيه. تمام. ممكن احط الفراوله في النص وعليها الطبقه الاخرانيه؟ ممكن. ممكن؟ وارد. طب ممكن احط بدل الفراوله تمر؟ تمر بس لازم تسلقيه، لازم تمر طري طري قصدي يعني. او تسلقيه. اوكي. ماشي اهو بصي شايفه الكنافه اهي حمرناها. بالصوص بتاعها اهو. اوكي. تمام. ونقوم مدينه وش ايه؟ وش كمان اهو. خلاص وكده ما بتخشش بقى لا فرن ولا بتاع ولا كلام من ده، ولا ثلاجة؟ ولا ثلاجة. ولا ثلاجة، خليها بره كده لغاية ما اقدمها للضيوف وخلاص. اهو. ممكن بالكارت تصور؟ ممكن، والله العظيم زي الكارت كده. ممكن بالقرع. ده هتبقى موضة السنة الجاية بالقرع دي. كنافة بالقرع. طب تصدق ان انا هجربها فعلا؟ تبقى حلوه على فكره. كنافه بالقرع؟ انا عملتها بقى السنه اللي فاتت. عملت ريسيبي كده جديده. بدل الكنافه بالمانجا كنافه بالقرع، واديتها نكهه المانجا. فالقرع اصلا شبه المانجا. وقطعته كيوب صغيره كده ورحت حاطط عليه اللي هو فليفر مانجا. حلو ده. فالناس كلت على اساس ان هي كنافه بالمانجا. وبعد ما كلوا وخلصوا قلت لهم يا جماعه دي ده قرع منك. ده قرع. الفراولة بقى على الوش. واو. تغرف يا وشي بسرعة. أنا خلصت خلاص. بص بقى الإيه؟ الفراولة. وأدي البطاية الصوص بتاعها. أنا عايزك تطلع الصوص شوية. بس. حلو أوي. بس كده. بس مع ده كله مش هيلحق الواحد ياكل رز. كان لازم. طب تقولوا لنا كده الرز في السريع ولا نعمله يوم تاني؟
نعمله يوم تاني. طب الرز في منتهى البساطه، الرز الطبيعي، اصل الرز مش عادي والبهارات هي اللي بتغير الطعم. ال 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 الرز البسمتي بياخد ايه؟ طيب بياخد احنا دلوقتي عملنا صدور البط بصوص الجريفي، صوص الجريفي اوكي، هو ده اللي قدامنا، وسلطه بصوص بدريسنج ايه؟ سيزر، سيزر سيزر، وشوربه، شوربه كولي، بنجر وفلفل، اللي هو فلفل احمر الوان وبنجر وطماطم وبصل وكل الحاجات الحمراء اللطيفه دي، وكشك المازيه، وكنافه بالكريمه والكاسترد والفراوله. الحقيني يا رانيا، الحقيني يا هبه، انا دي الحقوني يا جماعه، الحقوني يا جماعه، انا هنا لوحدي من غيركم مش قادره. تسلم ايديكم. الف هنا وشفا. اللي هياكل بقى 40 دقيقة، مش 45 كمان، 40 دقيقة عملنا فيهم بجد كل ده، مجهود رائع. ومطبخ سيمبل. وتسلم ايديكم، وكل سادة وسادة المشاهدين طيب. بخير يا رب، واستنونا بكرة الساعة 2 من 2 ل 3 الا ربع ان شاء الله، نقدم لكم وصفات جديدة، كل اللي بتتمنوه، كل اللي حابين تعرفوه اطلبونا على الهوا كل يوم، او ابعتوا لنا عن طريق صفحة البرنامج. نشكركم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء غدا بإذن الله.